حذرت وزاره خارجيه مملكه البحرين من خطوره عمليات التصعيد في المنطقه وتداعياتها على الاوضاع الامنيه وزياده حده التوتر والعنف وتاجيج الصراع في منطقه الشرق الاوسط واكدت الوزاره موقف مملكه البحرين الرافض للعنف السياسي داعيه مجلس الامن والمجتمع الدولي الى مسانده جهود دول المنطقه للحيلوله دون مزيد من التصعيد والتوتر وانعكاساته الخطيره على الامن والاستقرار الاقليمي مطالبه بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزه وتسويه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وفق حل الدولتين